موقف مركز أباقوس اليوم هو إنهاء المرحلة مرحلة الصراعات السياسية اللي فرد منها المواطن واللي ضرت مصالح الناس الكل. المرحلة الجاية حبوها مرحلة بناء، حبوها مرحلة نجاح، والنجاح ما ينجم يكون كان بالاستقرار السياسي، والاستقرار السياسي ما يتحقق كان ما السلطة التنفيذية تكون تعمل في تناغم وانسجام كامل. شو معناتها؟ معناتها ما ينجم يكون كان رئيس الجمهورية ما يكتفش يدير الحكومة بالضبط. الدستور الجمهورية الثانية أعطى صلاحية لرئيس الجمهورية ينجم يخليه يكتف يدير الحكومة في مسائل هامة كما المسألة الأمنية والعسكرية اللي نحتاج فيها إلى سياسة قوية مش مذبذبة تعطي اتجاه واضح في القضاء على الإرهاب والعنف وتحمي البلاد من المخاطر اللي عايشينها. وكنا نعرف شنو اللي صاير في الحدود وفي الجبال وفي القرآن. كيف رئيس الجمهورية ينجم يعطل الحكومة عمل الحكومة برد القوانين، ينجم يعطلوا في الإصلاحات اللي هو الإصلاحات اللي الحكومة قادمة عليها، إصلاح القضاء، إصلاح الإداري ومقاومة الفساد، القوانين اللي تشجع الاستثمار، تخلق مواطن الشعب، إصلاح المنظومة التربوية، إصلاح المنظومة الصحية، اللي هي كل حكومة غدوة قادمة عليها ويلزم رئيس الجمهورية ما يعطلهاش. الدستور أعطاه زادة لرئيس الجمهورية صلاحيات سيادية. رئيس الجمهورية هو اللي يمثل الدولة، هو رمز وحدتها، هو اللي يضمن استقلالها واستمرارها، هو اللي يظهر على احترام الدستور ويعطي صورة مشعة لتونس في الخارج. احنا تونس اخترنا التوازنات والقوى الموجودة في مجلس نواب الشعب. ننهيو فترة الصراعات ندخل فترة البناء والنجاح والمسؤوليات. حزب أباقوس السياسة مسؤولية، والمسؤولية تتطلب مواقف واضحة وجريئة وصريحة. احنا اليوم قدام زوز خيارات ما عندهمش ثالث. أما نقدموا لبلادنا قدام ونغزو للمستقبل بتفاؤل ونبنيو من جديد اللي كسر ونصلحوا اللي يسد، ولا باش نرجعوا تاني للعنف والظلام لتقسيم الشعب ولغة التهجين ونصب المشانق وهانك أعراض الناس وشتم المثقفين وغيرهم من المجالات اللي تعرفوها. احنا اليوم قدامنا زوز خيارات ما عندهمش ثالث. أما مستقبل واضح وخريطة طريق مرسومة نعرفوا بها وين ماشيين بكل ثقة في النفس وفي قدراتنا ووحدتنا بكل استقلالية، ولا مستقبل فضائي باش يجرنا إلى مرحلة تغلب فيها المصلحة الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن وتغلب فيها المصالح الشخصية وتشابك السلطة على الواجب الوطني. احنا في أباقوس نعرف شو نحب ونأكدوا الموقف اللي خديناه في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية باش نساندوا المرشح اللي عنده مشروع جامع للقياس الكل. المرشح اللي يحافظ على سيادة الوطن ويحمي الدولة والتراب التونسي من التهديدات الداخلية والخارجية. باش نساندوا المرشح اللي باش يدافع على مشروع الحداثي والمدني اللي شاركوا فيه. على هذا احنا اخترنا اليوم في أباقوس باش ننتخبوا نهار 21 ديسمبر تونس الأمل، تونس الوحدة، تونس الإصلاح، تونس المناعة، تونس المشاعة. احنا اخترنا باش نصوتوا للأستاذ بيجي قايد السياسي. فبحاجة تحية منكم.